بالنسبة للمحكمة، محكمة رائعة ممتازة في مستوى عالي، وبالتالي نتمنى أن يتم حدو هذا الطريق بالنسبة لكل مناطق في المغرب، لأنه فعلا محكمة تشرف وتجعلنا نفتخر بها. وأظن بأنه خاص الإرادة تنصب على أساس أن تمتع، خصوصا المناطق التي لا تتمتع بمحاكم من هذا القبيل، أن تستفيد من بنية تحتية تشابه هذه البنية أو تقترب منها. والشرف للمرتفقين ولكل العاملين في مجال القضاء بهذا الإنجاز الرائع. ديالي هو الأستاذ عبد الحق قريقش، محامي بهيئة الرباط. وبما يخص المقر الجديد، هو مقر فعلا جميل جدا، ولكن نحتاج مزيد من الوقت للتعرف على باقي المرافق ديال هذه المحكمة، لأن المحكمة فعلا تليق بمستوى مدينة الرباط ومحكمة استئناف بالرباط، لأن المحكمة كتمثل العاصمة الإدارية. وبالتالي احنا فخورين بهذه المعلمة اللي نقدر نقول أنها معلمة تاريخية وقضائية وصرح قضائي جديد في المغرب. الأستاذ نور الدين العلام، محامي بهيئة الرباط، يعني نحن فخورين بهذا الصرح، هذا يعد من صرح يعني الذي فعلا كنا منذ مدة يعني في حاجة إلى هذه البناية، لأنه القضاء هو في خدمة المواطن، ويجب أن تكون جميع المؤسسات أو جميع المرافق التي تستقبل هذا المواطن أو هذا المرتفق يعني في عند حسن الظن. يعني نحن يعني فخورين بهذه المعلمة وبهذا الصرح اللي هو فعلا تاريخي ويشرف العاصمة المملكة التي هي عاصمة الأنوار، تضاف إليها هذه البناية وهذا الصرح الكبير. فنحن نشكر المسؤولين من هذا المنبر يعني على فعلا على هذا المجهود يعني الذي قل نظيره، يعني وكنطلبوا يعني أن يكون فعلا القضاء في خدمة المواطن 100%. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.